السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس وأكاديمية العزيز النموذجية الصف اللغة الإنجليزية طلاب الصف السادس بشرف المعلمة ورود السقة يوم الخميس الموافق 2/4/2020 9 شعبان 1441. Today we are going to do some exercising in activity book page 69 exercise 2 and 3. في عنا تمرين بكتاب الاكتيفيتي بوك صفحة 69 التمرين الثاني والثالث. هو عبارة عن تطبيق للمودلز اللي أخذناها الحصة السابقة. أوكي يا السادس، يلا بسم الله. عندنا الإكسرسايز الثاني بيحكي لنا بدنا نختار المودل المناسبة ونحطها بالفراغات. أوكي، عندنا نمبر 1. هلا أنا الإجابة صحيح لك تحتيها لاين. أوكي، النمبر 1 would you like to have dinner with me tonight. نمبر 2 my daughter should be home by now, where can she be. If you are interested in seeing us, you could call us before. We didn't come too early. We will not leave until 12 o'clock. They couldn't hear him because he wasn't talking loud enough. Okay? هذا عندنا حل التمرين الثاني. Okay? طبعا هيك لو نعمل ريفيجن سريعه، حكينا انه الود بعملنا ريكويست ورايت ريكويست، عندنا حكينا الشود بتعطي للادفايس، وحكينا الكان والكودنت بتعطي للابيليتي، وحكينا انه النيدنت اشي something not necessary. اوكي، هلا ننتقل للتمرين الثالث. كمان نفس الشيء يا سادس، بدنا نختار الاجابه الصحيحه، وانا حاطط لك الاجابه تحتيها لاين. نمبر 1 when he was 14 he would run fast but he cannot now. هي لما كان عمرها 14 14 سنه هي كان بإمكانها إنها تركض بسرعة لكن الآن لا تقدر. We didn't leave now. We can stay for a while if you want. أنت لست بحاجة إنك تغادر الآن، ابقوا عنا الفترة اللي بدكم إياها. Number 3 she is late. هي متأخرة. She should run at school. فهي يجب إنها تركض للمدرسة. أنت تنصح إنها تركض أو تسرع إلى المدرسة. Number 4 we didn't book a table. In the cafe, Jack has already booked one for us. أنت لست بحاجة إنك تعمل book. هنا مش book معناها كتاب يا سادس، هو معناها book معناها تحجز طاولة في الكافيه. جاك هو حجز لنا واحدة وجاهزة. Number 5 الإليفانت couldn't fly. أكيد الإليفانت الفيل couldn't fly، أكيد إنها ما بتطير. Number 6 you didn't wear a jacket. It is very hot. إنه الجو بإنه الجو هو hot. ليس أنت بحاجة إنك تلبس جاكيت، أوكي؟ Number 7 my father could buy anything he wanted when he was rich. طبعا بيحكي لنا إنه الفادر هو بإمكانه يشتري أي شيء بده إياه لما يصير غني، أوكي؟ هيك بكون إحنا حلينا التمرين الثاني والثالث من المودلز. طبعا هذا بيعتمد كمان يا شباب على معنى الجملة، لازم أنت تعمل understanding للsentences correctly then choose the correct answer. اوكي، هيك عملنا تطبيق القاعده يا سادس. اوكي، بمشيئه الله تعالى راح نحل تمارين اخرى بالورك بوك، وراح نعمل ورقه عمل شامله لها بمشيئه الله تعالى. نلتقي في القمه اكاديميه العزيز، ونشوفكم على خير.